ما رفضت انت انه العيله اسرتك كانت بتراهن انك تشتغل في مجال الاداره او الثقافه، بس انت كنت شايف ده في نفسك؟ انا بالاساس لان والدي كان محلل سياسي وصحفي وكان مدير عام الاذاعه والتلفزيون في الاردن وكان مدير وكاله انباء اكثر من مره يعني، فدائما كنت شايف انه هو المجال الثقافي او الصحفي هو المكان المثالي. طبيعة إن الواحد أحيانا حتى من غير ما يحس على نفسه بس بيلاقي نفسه في الأخير عايش في جلباب أبوه يعني. فأنا في مرحلة معينة لأسباب اجتماعية إنه كان في بنت بحبها وإزاي دي حخطبها من أهلها وكذا، فأنا ما كنتش عايز أدرس ميوزك، كنت عايز أدرس أي حاجة أقدر يعني تمشي على هوى المجتمع. طب بوز، وكنت بتحبها للدرجة دي؟ كنت عندي 17 سنة ماشي. طيب أنا مبسوطة على فكرة، حاجة مش مضايقاني. مش يمكن ما يعني لا بالعكس، أنا بس لقيتني دخلت في حدوتة تانية حلوة برضو. كان ما يعني كانت ما فيش يعني هي كانت البنت اللي ادتني أول أتنشن والبنت اللي قلت لها بحبك أول مرة وهي قالت لي بحبك أول مرة، فطبعا كان بالنسبة لي في الوقت ده كان يعني حاجة يعني very special. فكنت عشانها مستعد أعمل أي حاجة يعني، فكنت عايز أبهر أبوها يعني دي أبهر أبوها. دبل مينينج على فكرة، أنت هنا دخلت منطقة الدبل مينينج بس تمام. أيوة فروحت بقى ودرست في الثانوية العامة قراية ومش عارف إيه، كنت عايز أجيب معدل يدخلني جامعة حكومية لأنه ده فيه برضو يعني فخري أكتر في الأردن، ما أعرفش الدنيا هنا عاملة إزاي. فما جبتش المجموع اللي انا عايز اجيبه، كنت عايز اجيب 90 قمت جبت 82، مع انه طبعا بالنسبه لاهلي ده كان انجاز عظيم، مش كانوا مش مصدقين انا ما كنتش شاطر في المدرسه. اما وكنت زعلان ومش عارف ايه، فابويا بص لي كده قال لي انت زعلان ليه يعني؟ قلت له انا ازاي عايز ادرس اداره اعمال في الجامعه الاردنيه عشان حبيبتي؟ فقال لي يعني انت فاكر انك انت ممكن في حياتك تبقى موظف يعني؟ انت يعني انا اعرفك كويس، هقول لك لازم ارجع فيك شوي بالزمن لورا معلش. اتفضل. انا اهلي ضيعوني ما لا قل عن 3 مرات، اللي هو خلاص عزيز مش موجود، في مرتين كان على البحر ضيعوك يعني تهت وفي مره منهم كان عندي 7 سنين وكان في جزيره كنا عايشين في تونس، فكنت عايز اعوم للجزيره. فقعدت اعوم ومش عارف ايه، قام طلع لي راجل كده في نص البحر قال لي انت بتعمل ايه يا ابني؟ قلت له انا عايز اعوم الجزيره. قال لي لا مش ده اللي هيحصل. قام رجعني للشط، فلما طلعت كده لقيت اهلي عاملين جروب هج، عارفه اللي هو خلاص الوداع يعني فاهمه، قالوا عزيز خلاص ما فيش، وقعدوا بقى كلهم بيعيطوا. فانا كده طلعت، طبعا صعب اوصف لك اللي هو كان في مزيج من يعني يضربوا ويبوسوا، ضرب وبوس مع بعض. طبيعي جدا، طبيعي جدا. فابويا بيعرفني كويس وحتى كان يعرف. لا قلت لي ضيعت 3 مرات، دي مره منهم، دي مره، وفي مره ثانيه برضه في البحر بس كنت على الشط مش في المايه. ومره قررت ان انا عايز اروح من المدرسه كده، ما انه هو يعني كان عندي 7 سنين اعتقد، واللي هو انا لازم استنى اهلي يجوا ياخذوني من المدرسه، انا خلاص مشيت يعني. فبرضه لقوني فاهلك يعني، اهلك عاشوا معاك فكره ان انت في لحظه ما تبقاش موجود ويبقى في عوض احمد. ده ابويا كل فتره بيجي حلم انه في كلاب تجري وراه وهو بيندهلي وانا ما يعني ما بردش، فما يعني انا فاهمه يعني عملت له تروما. فهو ربنا يخليك ربنا يخليك. بس طبعا فهو لما قلت له انا عايز ادرس اداره اعمال قالت لي انت مش اداره اعمال، انت تايه يا ابني، انت ايوه. قال انت ميوزك لانك انت ما بتعرفش تبقى تحت اداره حد، مش هتقدر، فانت احسن طريقه انك يبقى عندك ما دامك انت بتعرف في الميوزك. وطبعا كنت في المدرسه نشيط قوي في الميوزك، فكان بالنسبه لي انه تعمق في الموسيقى وابقى عالم فيها وبعديها اعمل اللي انت عايزه في الميوزك، اما انك تبقى موظف قال لي وبالضبط كلماته في التحديد قال لي هتبقى اهمل موظف في تاريخ المملكه الاردنيه الهاشميه يعني. يا عيني. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.